intégration industrielle. On a atteint un niveau 69%. Une compétitivité comparable à celle. اليوم كنحتفلوا باليوم الوطني الثاني للصناعة اللي تبقى التوجيهات الملكية سامية نظمناه خارج جهات طربيدة أو جهات الرباط ونظمناه هنايا في بنكرير في جهات مراكش الآسفي في المقر ديال جامعة محمد السادس بوليتكنيك اللي هي جامعة الابتكار اللي هي جامعة الإبداع الصناعي اللي كنشتغلوا معها باش نطوروا الإبداع الوطني في مجال الصناعة وهذا الشيء أيضا طبقا للتوجيهات الملكية السامية باش ندخلوا في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة كوسيلة وسبيل وهدفه الأساسي هو خلق مناصب شغل دائمة للشباب الكفء ديالنا اللي عندنا في بلادنا وفي كل أنحاء المملكة. اليوم كنضافروا الجهود كاملين قطاع خاص قطاع عام مستثمرين كل شيء موجود هنايا في بنكرير باش نقويوا التناسق ديالنا والتنسيق ديالنا باش نكونوا في الموعد ديال الطموحات والتطلعات ديال سيدنا الله ينصرو اولا وقبل كل شيء والطموحات ديال الشباب ديالنا الكفء اللي غنكونوا ان شاء الله في الموعد باش نخلقوا ليه مناصب الشغل اللي كيتسناو. Nous avons assisté aujourd'hui à la deuxième journée de l'industrie sous le patronage de Sa Majesté. Je pense que le constat est clair. Le Maroc a fait des avancées très importantes au niveau des infrastructures, au niveau de l'investissement dans les ports, au niveau des énergies qui sont produites, autant énergie renouvelable qu'énergie fossile. Le Maroc est prêt pour recevoir plus d'investissements, pour recevoir plus d'industries. Maintenant, nous travaillons la main dans la main avec notre gouvernement et notre administration pour faciliter la procédure et pour faciliter le parcours de l'investisseur. Je pense que nous allons inaugurer une nouvelle ère de l'industrie marocaine qui a un potentiel important devant eux. Nous avons plus de 60 accords de libre-échange avec différents pays où nous avons un capital humain qui est performant, qui a prouvé qu'on était capable de créer des écosystèmes comme dans l'automobile et dans l'aéronautique. Maintenant, il va falloir investir plus sur le capital humain, sur la formation professionnelle. Et je pense que l'industrie a de bons jours devant nous. تم تنظيم اليوم الوطني للصناعة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. طبيعة الحال الموضوع المهم بالنسبة لنا اليوم هو التحول الصناعي في المجالات الترابية. طبيعة الحال جهات جد متواجدة وبطبيعة الحال نعتبر أنفسنا شركاء في هذا الميدان لأنه اليوم التوجه هو توجه ترابي وتوجه جهوي أولا من أجل خلق فرص الشغل بطبيعة الحال وأيضا خلق تنمية داخل الأقاليم والجهات. كانت مناسبة أولا للتعريف بما يقوم به المغرب في ميدان الصناعة ونحن نعلم أن هناك حقيقة قفزة نوعية وتطور جذري في هيكلة الاقتصاد المغربي حيث أن الصناعة اليوم أصبحت حقيقة محور أولي أو ذات أولوية كبرى في الناتج الداخلي الخام. نعلم أيضا أن مجموع الصناعة المغربية هو يتركز أو يرتكز في المحور ما بين جديدة وطنجة وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن أو عدالة ترابية التي تجعل أن الصناعة تتجه أكثر للجهات. نحن يعني لدينا قناعة خاصة أن جميع مخططات التنموية الجهوية للجهات الاثنى عشر لديها رؤية استراتيجية مبنية على الاقتصاد وعلى الصناعة وعلى التجارة. الجهات كما تعلمون بحكم الاختصاصات الذاتية عندها نشتغل على تهيئة الجهات من حيث الجاذبية الاقتصادية، نشتغل على خلق مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية داخل الجهات، وبالتالي وإضافة إلى ذلك بطبيعة الحال هناك كاينة وثيقة الاستثمار التي أيضا أدخلت الجهات أو الجاذبية الجهوية
كمستوى آخر من أجل الدفع أو من أجل تشجيع الاستثمار داخل الجهات، بحيث أنه في بعض المناطق يمكن أن يستفيد المستثمر حتى 30% من البرنامج الاستثمار أو برنامج تمويل. وبالتالي هناك تشجيعات تقوم بها الدولة، تقوم بها الجهات بحكم اختصاصاتها. يجب أيضا أن يكون هناك تقارب وجهات نظر ما بين الرؤية الجهوية والسياسات العمومية، من أجل أن خلق نوع من التكامل فيما ما بين الجهات وما بين الصناعات. والمغرب الحمد لله دولة رائدة، لدينا مؤهلات كبرى جيوستراتيجية سياسية أمنية مبنية على الاستقرار، مبنية أيضا على الرؤية النيرة لصاحب الجلالة فيما يخص جميع القطاعات. وبالتالي أظن أن كما قيل صباح اليوم يمكن أن نضاعف إلى 6 مرات أو 7 مرات ما نقوم به اليوم في الصناعة. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir la deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie sur notre campus ici à Bengrid. Ça démontre l'engagement de l'université d'accompagner le secteur industriel sur toute la chaîne de valeur, que ce soit la formation, la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un témoignage du secteur public et privé par rapport à tous les efforts fournis par l'UM6P ces dernières années pour doter le pays d'une souveraineté technologique à travers les différents laboratoires, à travers les différentes formations que nous avons mises en place ces dernières années. هذا المره تتسلسل عليها.